بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، عليه وعلى آله وصحابته وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا مولانا يا مجيب من يرجوك لا يخيب، توسلنا بالحبيب يقضي حاجتنا قريب، هذا وقت الحاجات يا حاضر لا يغيب. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد، نكمل قراءة كتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها، شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية، للإمام الحافظ المحدث الورع أبي محمد عبد الله بن سعد بن سعيد أبو جمرة الأزدي الأندلسي المالكي، نزيل مصر ودفين مصر، توفي سنة 99 و600 من الهجرة، رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. وما زلنا في الأوجه التي كتبها حول حديث بدء الوحي، وهو أول حديث في هذا الكتاب، وهو من كتاب صحيح البخاري لأنه اختصره، واختار من صحيح البخاري حوالي 300 حديث ونيف، وشرحها بعد ذلك في هذا الكتاب. يقول في الوجه 33 حول حديث بدء الوحي لقائل أن يقول: لما كان الغط 3 ولم يكن أقل ولا أكثر؟ معروف أن سيدنا جبريل غط النبي عندما قال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، فغطه مرة ثم كررها 3 مرات، وعند رابع مرة قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. لما كان الغط 3 ولم يكن أقل ولا أكثر؟ هذه هو ده السؤال، والجواب عنه من وجهين. الأول أن البشرية فيها عوالم مختلفة، البشرية نفسها اجتمعت فيها عوالم كثيرة. أنت عندما كنت روح فكنت من عالم الأمر، وعندما كان لك جسد فصرت بشرا فكنت من عالم الملك، فانتقلت الروح من عالم الأمر إلى عالم الملك مرورا بعالم الملكوت، فاجتمعت فيك عوالم كثيرة. عرفنا منين أن الروح من عالم الأمر؟ أن ربك قال: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر رب، فربنا أخبر مش أبهم، ربنا أخبر عن الروح أنها من أمر رب. والأمر ده مش بيقول ألا له الخلق والأمر، ربنا له الخلق وله الأمر، يبقى في عالم الخلق وفي عالم الأمر، فهي من عالم الأمر. فالتقاء الروح بالبدن الجسد حتى تتكون النفس البشرية المكونة من روح وجسد، هذا الالتقاء اجتمعت فيه عوالم كثيرة، فمنها العقل، وموافقه وموافق العقل هو الملك، ومنها النفس، والنفس والطبع والشيطان. النفس والطبع والشيطان دول تقريبا عالم واحد كده من جنس بعضه، وموافقهم وإيه اللي يوافق النفس والهوى والشيطان؟ النفس والطبع والشيطان يوافقهم الهوى والغفلة. تملي النفس عايزة باستمرار: يا عم وانا مالي، يا عم غطيني، يا عم انا كده مبسوط، مش عايزة تبذل مجهود، تنبل لانها طين، عايزة تفضل كده مركونة مطينة بطين، ترجع لأصلها، ما عندهاش همة تعمل حاجة عالية. اللي بيخلي الطين ده في همة تعمل حاجة عالية هي الروح بترفعه، إنما لو كده ركن الإنسان لنفسه يرجع طين تاني، فيميل للهوى والغفلة. يقول لك: يا عم واحنا لسه هنصلي، واحنا لسه هنذكر، واحنا لسه هنتعلم، واحنا لسه هنتعب. عايزة تعيش تنبل. والعالم الثالث اللي تلاقي الإنسان فيه العادة، إن الإنسان لما يعتاد حاجة معينة يبقى أسير هذه العادة،
ومنها أوضح ما يكون في الإدمان. يعني ربنا ليه حرم الخمر؟ لأن هي نموذج للعادة التي تغلغلت في الإنسان التي لا يستطيع أن ينفلت منه، هي دي الخمر. ويبقى كل ما كان عادة يأسرك يشبه الخمر، فيبقى عليك ألا تصبح أسير لهذه العادة. أي عادة هتأسرك ابعد عنها. وعشان كده قال لك إن الولي هو من ليست له عادة. ليه؟ لأن صار مع مولاه على ما يريد، ملوش عادة تحكمه، اللي يحكمه ربه بس، إنما مش العادة اللي بتحكمه. لازم كل حاجة يقول لك أنا أصلي لو ما أكلتش لحمة كل يوم ما أعرفش أقول الحمد لله، لو ما أكلش لحمة كل يوم، وإلا أخلاقه تبوظ. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، طول ما ربنا مديله لحمة ومديله فلوس ومديله عافية خلاص هو تلاقيه في الجامع في الصف الأول، آخر انبساط على كده. أول ما ربك يبتليه بالجلال بقى بالنقص، علشان بس يعرفوا الجلال زي ما عرفوا الجمال، ما هو ربك جميل وجليل، فلازم زي ما تعرف عليه بالجمال يتعرف عليه بالجلال، علشان ده يتلهى بالنعم عن المنعم فيختبره فينقلب على عقله، فما تلاقوش في الجامع خالص ولا يقرب يذكر رب، ليه اتلخم بقى؟ العيال عيانين وهو عيان، والعربية مش عارف عملت حادثة والدنيا اتقلبت فاتلخم بقى. إنما أيام ما كان كله ماشي تمام تلاقيه في خير، ده اسمه عبد النعمة مش عبد المنعم. يبقى ده عبد النعمة، ده طول ما النعم شغالة معاه هو شغال معاه الله أكبر. أول ما النعم بس تقل يبقى ما فيش بقى الله أكبر، يبقى كان بيقول النعمة أكبر، بس بيقول النعمة ومش قادر يقول الحقيقة لأنه بيكذب على نفسه. فهمت بقى؟ وعلشان كده الإنسان يجب عليه إن كان يريد أن يكون إنسان كامل مش إنسان ظلوم جهول، هو الإنسان لو رجع لأصله يبقى ظلوم جهول، لكن لو مشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء والصالحين تبص لا يبقى إنسان كامل بقى، يبقى الإنسان الكامل اللي هو ربنا يريد أن يجعله خليفة، اللي هو يتجلى في صورته ويتعين في صورته سبحانه وتعالى. يتعين يعني يظهر، تظهر أظهر صفاته سبحانه وتعالى فيه. وعشان كده بيقول لك فعوالم الإنسان منها العقل، وتملي العقل سموه عقل ليه؟ لأنه بيعقل الإنسان، يعني يمنعه من فعل ما لا يليق أو ما يضره. أول ما يبقى الإنسان عقله كامل تبقى لا يعملش الحاجة اللي تضره ولا ما يعملش الحاجة التي لا تليق. فالت منه عقله ممكن يضر نفسه، ممكن يمسك سكينة يعور نفسه، وممكن يجي في الجامع اللي هو مكان الطهارة يبول فيه، في المصلى يبول لأنه فقد عقله خلاص. يبقى قد يفعل ما لا يليق وقد يفعل ما يضره إذا فقد عقله. ولذا سمي العقل إيه؟ عقال. عقال عارف أنت الدبة لما تيجي تعقلها، يعني تربطها كده عشان تخليها تمشي في الطريق المستقيم اللي انت عايزه، وإلا ممكن تمشي في طرق تهلك. فالعقل كذلك، طول ما الإنسان عقله معاه يفضل إيه سايق نفسه في الطريق المستقيم. ويبقى اللي يوافق العقل إيه الوازع الملكي، مش ألهمها فجورها وتقواها، يبقى في إلهام تقوى وفي إلهام فجور. إلهام التقوى جاي من الملك اللي هو الإلهام الملكي، وإلهام الفجور جاي من الإلهام الشيطاني والشهواني، والشهواني داخل منه الطبع، وبعدين لما الإنسان كمان يمشي ورا طبعه يعتاده فيألفه، يقع في عادة في إيه؟ في إلف العادة اللي هي أقوى من الطبع. فهمت إزاي؟ وعشان كده قال لك ونفسك كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. يعني العيل الصغير اللي أمه مدلعاه تلاقيه داخل سنة أولى ابتدائي وحاطط التتينة في جيبه. أنا كنت فاكر واحد صاحبي كان كده، كنا في أولى ابتدائي وحاطط التتينة في جيبه لأن أمه مدلعاه، مش قادر يفطم نفسه من التتينة، وهي مش عايزة تفطمه لأن مش عايزاه يزعل من كتر ما هو غالي عليها، مش عايزة الواد يزعل. فالتتينة اللي هي بتاع البزازة دي اللي يقعد يمصمص فيه عشان ينام، مش عارف التتينة وعندك عيال؟ حاجة غريبة دي، ازاي عملت شهادة ميلاد وانت ما تعرفش التتينة يعني؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. التتينة بتتباع يا ابني في الصيدلية، بتاع يقعد يمصمص فيها العيل كده علشان إيه يطلع غله فيها يروح نام. ما هو لو ما لقاهاش هيفضل يمصمص في صدر امه لما يهريه.
تقوم الحلبة تتهري مسكين، ويبقى هو مش شبعان. بس هي لماضة ليه بقى؟ لأن الإنسان عامل زي الطفل كده، عايز يطمئن إن الخزنة بتاعته مش هتسيبه. هو شبعان لكن برضه بيمصمص تفاصى، لأنه طفل طماع من خلقته أصله كده. فهو ده الإنسان كالطفل. في ناس بتكبر بتبقى معاه التتينة دي في صورة سيجارة، في صورة ضوافره يقصقص، يعني يبقى عنده عادة معينة مسيطرة عليه، ينكش في مناخيره، يعني اللي عنده عادة معينة يعملها لما يخلو بنفسه. دي كلها عادات طباع تؤثر في النفس، ويبقى الإنسان ساعات أسير هذه العادة. أقوى ما تكون في الإدمان بقى، اللي هو الهيروين والأفيون والخمر والحاجات دي، عشان كده ربنا حرم هذه الأشياء، لأنها بتسلب الإنسان قدرته على التفكير المضبوط، يصير عبد للعادة، لدرجة يبقى كل تفكيره موجه إزاي يقضي عادته دي. درجة ممكن المدمن يبيع عفش بيته ويبيع عياله عشان يجيب الشمة اللي هيشمها أو الشربة اللي هيشربها، لحد ما يوصل لمرحلة إنه يشرب من الإدمان الحاجة اللي تسمه فيموت. وتملي المدمن كده نهايته كده، يا جنان في سراية المجانين، يا إما يفضل يزود في الحاجة اللي بياخدها لحد ما ياخد جرعة سامة فيموت، مات متسمم. فربنا ينجينا، عشان كده ربنا أراد أن ياخدك من هذه العادات والإلف الشديد، ولدرجة أن العادة دي كانت هي السبب في كفر من كفر. مش قالوا هذا ما وجدنا عليه أباؤنا؟ العادة قالهم الأنبياء، قالوا لهم اعبدوا ربنا، يقول لهم بقى احنا نسيب عادتنا، احنا طول عمرنا مع الأصنام وطول عمرنا قاعدين بنسجد لها كابرا عن كابر، جاي انت تغير عادتنا؟ فشفت العادة كانت ازاي تصد عن الخير، اي عادة تصد عن الخير. وعلشان كده الانسان الصالح يكون ليست له عادة تأثره، فهمت ازاي؟ وإلا لو كانت لي عادة، لدرجة ان حتى لو الطاعة صارت عادة تفقد معناها، حتى لو الطاعة صارت عادة، يقول لك ايه، انا اخ ما استريحش الا اذا صليت، يجي وقت الصلاة أبقى كده مش على بعض، ما استريحش إلا إذا صليت، يبقى هو بيصلي عشان يستريح، مش بيصلي لربه. شفت بقى؟ وعشان كده يقول لك إيه، والحتة دي دقيقة مهمة، إن الإنسان يجب إنه يعمل حتى الطاعة ليست من أجل الإلف والعادة، بل كل مرة كأنها حاجة جديدة بيلقى بها ربه، بيقدمها لربه، لا ليقدمها لنفسه لترضى، ولا ليفعلها لنفسه لتستريح. أصل الشيطان يدخل لك من قبل العادة ولو كانت صالحة، فيحولها من عبادة إلى عادة، ودي الخطورة. وعشان كده قال لك إيه، وراعيها وهي في الأعمال سائمة، وراعي نفسك وهي سائمة في الأعمال الصالحة، وهي ماشية نفسك في الأعمال الصالحة تراعيها برضه وتعينك عليها، لحسن تكون بتعمل الأعمال دي للذتها، للذة العمل، أو ليقال أنها طائعة، أو لترضى عن نفسها. فإن هي استحلت المرعى فلا تسمي، لو استحلت بقى عبادة معينة احرمها من العبادة دي ودخلها في عبادة صعبة عليها. يعني نفسك لو استحلت عبادة معينة تقوم تعمل ايه، تحرمها من العبادة دي وما تعملش منها الا بقدر الفريضة، عشان تاخد بالك منها، وبعدين بعد كده تدور على عبادة تانية صعبة على النفس واعملها. يعني الواحد البخيل مثلا يحب يصوم الاثنين والخميس لانه بيوفر وجبة بدل ما يشتري ثلاث وجبات، فهي تناسب طبعه. يعني الصيام عبادة حلوة تناسب طبع البخيل شوية، مش كده؟ برضه هيقل اكله والمصاريف تقل، بيبقى مبسوط. بدل ما هيصحى الصبح يفطر هيجيب الشيء الفلاني يفطر، هيصحى الصبح الحمد لله مش هنحط ايدنا بجبنة نسكي، وبعدين يجي بالليل هياكل وينام على طول، مش هيبذل مجهود، فيفضل الاكل قاعد في بطنه، ما هو خايف لحسن ايه يدخل الحمام فيجوع، واخد بالك؟ فمش عايز يجوع هو لانه بخيل. لما يجي بقى الراجل ده يلاقي صيام الاثنين والخميس حلو، يروح ايه ماشي مع طبعه، الفلوس كترت معاه وابتدى يحوش، يقول لك لا والله انا حصوم كل يوم، دي عباده جميله، مفيش احلى من العباده دي، ويجيب لك كل الاحاديث الوارده فإن الصيام هو نصف الصبر، والصبر هو الإيمان، والثلاثة هم له إلا الجنة، وكل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. كل ده الشيطان بيحفظه له، الشيطان فقيه حافظ كل الآيات دي، ويقول لهم كتب عليكم الصيام لعلكم تتقون، يقول علشان أبقى متقي، وهو
كتر ما بيصوم كل ما تتغلغل في عادة البخل. شفت ازاي؟ يبقى عبادة بتحببه لانه بيعملها لنفسه. تقوم ده يجي الشيخ يكون فأسه وعارفه، الشيخ المربي بقى يكون فاهم وعارفه، يقول له لا انت ما تصومش الا 3 ايام في الشهر بس كفايه عليه، واطعم جارك الفقير ده، واكفوا اليتيم، وانفق على اولادك. يقوم يبتدي يربيه من جهه ثانيه. الثانيه عبادات برضه، بس هو كان غافل عنها لانها ما توافقش طبعا. واخد بالك؟ ما توافقش طبعا لان فيها نفقه. فادي معنى راعيها وهي في الاعمال سائمه، وان هي استحلت المرعى فلا تسهم. طول ما هو قاعد مع نفسه، يا سلام، ايه الذكر ايه والتسبيح ايه، تمام التمام. اول ما يقابل بني ادم يخبره، يعوره، يشتمه ويسبه ويلعنه. طول ما هو قاعد مع نفسه، يا سلام، القران ما يبطلش ولا التسبيح. اول ما يجي واحد يكلمه يكسر خاطره ويمكن ينهشه بالكلام، وما فيش مانع كمان يديله بالبوكس. يعني طبعه عامل زي الحيوان المفترس. طول ما هو الحيوان المفترس قاعد لوحده هيفترس حد؟ ما يبانش عليه انه مفترس. يعني الاسد وهو قاعد لوحده هتعرف ان ده مفترس؟ قاعد لوحده هيفترس مين طيب؟ اول ما يجي معاه حد بقى يفترسه، يقوم يظهر انه مفترس. يبقى ده حله مش الخلوه. حله انه يختلط بالناس علشان يخالف نفسه ويصبر عليه. وعشان كده وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. يبقى كل واحد على حسب طبعه يجي يختار من العبادة التي لا تناسب طبعه عشان يخرج من طبعه، عشان يخرج من طبعه. عشان كده كأحد مفتين الأندلس زمان كان فيه ملك من ملوك الأندلس، راجل غني وعنده يعني إماء كثير وأموال كثيرة، فكان حلف فحنث، حنث في الحلفان. فراح لفقيه عصره قال له أعمل إيه وأنا حلفت أيمان وعيد؟ قال له تفك رقبة. قال ما أسهل ذلك. فراح إيه فك رقبة، ما عنده بالآلاف، عنده في القصر بتاعه بالآلاف رقاب، فك رقبة. فبقى كل شوية يحنث. فراح لفقيه تاني قال له على فكرة لا تفك رقبة ولا تطعم 10 مساكين ولا تكسيهم كمان، ده انت تصوم 3 ايام، كل ما تحنث صوم 3 ايام. فأفتاه بالايه؟ بالبديل الذي هو كان مرتبا. فلما ابتدى هيصوم 3 ايام بطل يحنث. قال بقى وانا كل شوية، هو ملك بقى وعنده ملذة وطاب، متعود طول النهار قاعد يشتغل ياكل. فلما قال له لا انت كده كل ما هتحلف تحنث تقول لي افك رقبه، طب ما انت عندك كتير وكلهم في الغزوات بتاسر كتير، مش هنخلص، هتتاصل فيك هذه العاده انك تحنث في اليمين، لكن احنا عايزين هقول لك اطعم 10 هتطعم 100 ولا يجرى لك حاجه، مش هتحس بيه، لكن انا عايز افطم نفسك دي. فجاءه الفقيه المربي قال له انت بقى بالذات دونا عن سائر المسلمين، انت اول ما تحنث تصوم 3 ايام انت بس. قال له الآية؟ قال له دي مش ليك انت، دي نازلة لغيرك. دي جرأة المربي، جرأة فقيه المربي. وان كان لا يجوز انك انت تعملها قاعدة عامة لكل الناس، لكن الفقيه المربي كده، ان لما يجد ان العبادة الانسان ألفها فصارت لا تؤثر فيه في سلوكه، يقوم يفطمها بالعبادة دي وتديله عبادة ثانية صعبة عليه. بنشوف طلبة، كنا أيام ما كنا بندرس في كلية الشريعة في الأزهر، تلاقي طلبة الأزهر دول مشكلتهم الآتي، إنه يحفظ القرآن ساعة الامتحان بس. عنده امتحان قرآن يقعد طول الأسبوع رايح جايب المصحف وشغال لبلب، علشان إيه؟ أول ما يمتحن الامتحان يكتب الكلمتين في الورقة ينجح، يقفل القرآن ما يفتحوش إلا بعد سنة على الامتحان اللي بعده، فيبقى باستمرار ناسي القرآن. يفضل ناسي القرآن. ويجي لك الطالب بتاع الازهر ده يقول لك يا عم الشيخ انا عايز اخد منك ورد واظب عليه. ورد كده صلي على النبي وصيغه كده استغفار وحاجات من دي. تيجي تقول له طيب وانت حافظ قرانك مراجعه؟ يقول لك لا. يبقى وردك راجع قران لانه صعب على نفسه. انما سهل قوي تقول ويخلص السبحه مره واثنين وبعدين يرميها ويفضل طول عمره ناسي القران. طب ما تخلي وردك مراجعه القران اللي انت ناسيه او انطقي.
عشان المراجعة صعبة على نفسه عايز يهرب منها، وعلشان يهرب منها ياخد حاجة تانية عشان يقول ما أنا عابد أهو، أنا بعمل اللي عليا، وأنا يعني هقطع نفسي زي فطوطة يقول لك هقطع نفسي، عارف فطوطة؟ يقول لك يعني وأنا هعمل أكتر من كده إيه بقى؟ ما أنا كل وقتي مشغول، أنا بقول وردي الصبح وأقعد أذاكر بعد كده، وبعدين أروح أقضي طلبات البيت، وبعدين أرجع أنام شوية، وبعدين أروح الكلية، ما عنديش وقت. طب راجع القرآن؟ ما عنديش وقت، لأن مراجعة القرآن صعبة عليه، يقوم يهرب منها بحاجات تانية. يبقى ده أول طريق، مش مربي نفسه، بالرغم ما تبص اللي بيعمله، هو بيعمل معاصي طول اليوم، ما بيعملش معاصي، كلها حاجات حلوة، بس هربان بحاجات حلوة تميل لطبعه، وباعد من حاجات أحلى صعبة على طبعه. عشان كده الشيخ يقول لك إيه؟ وراعها وهي في الأعمال سائمة، وإن هي استحلت المرعى فلا تسن. يعني راعي نفسك وخد بالك، وانت بتعمل العمل انت بتعمله علشان بتحبه ويوافق طبعك، ولا بتعمله عشان ربنا بيحبه؟ إذا كنت بتعمله عشان ربنا بيحبه وصعب على طبعك، يبقى أنت كده بتجاهد نفسك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وإذا كنت بتعمله كده عشان يوافق طبعك، تبقى أنت أونتجي، ده أنت بتعبد هواك في صورة ربك. فهمت بقى المسألة؟ وعلشان كده العادة، العادة محكمة. فقها العادة محكمة في الفقه، تحكمها. دي قاعدة من قواعد المذهب الشافعي. العادة محكمة. وتتحكم فيك أيضا في نفسك فتحجبك. فالعادة محكمة في الفقه عند الفقيه، والعادة محكمة أيضا عند المربي، فعلي أن يتجنبها. واضح؟ لأن الفقيه أمر أن يعامل الناس بالظاهر، والمربي أمر أن يصلح الباطن. وأدي الفرق بين الطريقة والشريعة أحيانا، أن الطريقة أحيانا تخالف الشريعة لمراعاة الباطن، والشريعة لم تأتي إلا لمراعاة الظاهر. فهمت بقى المسألة؟ وعشان كده كان كثيرا ما يعترض علماء الشريعة على علماء الطريقة في أمور، زي ما الشيخ المربي راح لملك الأندلس اللي حكيت لك عليه ده، قالوا له أنت لما تحنث في يمينك تصوم، قالوا له مين الجاهل اللي قال لك كده؟ ده الآية بتقول فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وأنت تجد، إزاي يقول لك كده؟ ده جاهل. فاعترضوا عليه، لكن الثاني نظر إلى باطن الملك فأراد أن يخرجه من إيه؟ من العادة القبيحة. والآخرين نظروا إلى ظاهر الشريعة، فده له نظرة وده له نظرة، والكل معتبر، الكل معتبر. لكن أنت تعرف إمتى يبقى دواك إيه في الحكاية دي، مراعاة الظاهر الآن أم مراعاة الباطن؟ وعشان كده ربك قال إيه؟ وذروا ظاهر الإثم وباطنه، قال لك الاثنين. والفقيه نظرته على الظاهر، والمربي نظرته على الباطن، فيحدث بينهما التضاد، والمقصود واحد وهو الكمال. فمقصود الشريعة كمال الظاهر، ومقصود الإيه؟ الطريقة كمال الباطن. فهمت بقى؟ فلا تضاد في الحقيقة، ولكن التضاد فقط إذا نظرت إليها من جهة واحدة، والله أعلم. وعشان كده قال لك إن العادة هنا، والعادة المذمومة وهي أشدها، يعني أشد حاجة تأثيرا في الإنسان العادة بتاعته. إيه اللي بيمنع واحد مسيحي يدخل في الإسلام؟ يعني أنا ناقشت زمايلي كتير، والحمد لله علاقتي بيهم كويس، يعني الحمد لله المسيحيين اللي تعاملت معهم من زمايلي الأطباء كلهم بيحبوني، بالرغم إن أنا ما بقولهمش لا مش هتبطلوا كفر بقى يا جماعة، إمتى بقى تؤمنوا برسول الله؟ يفتكروني ان انا بهزر، لكن انا بقول لهم كده، اقول لهم انا بقول لكم كده عشان ما نجوش يوم القيامه تقابلوني تقولوا لي انت اشتغلت معانا 20 سنه وما قلتلناش ولا مره، انا بقول لكم كل مره يضحك. لكن ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمزح الا محقا، فانا بقولها له بس مش بطريقه يعني سخيفه ان انا اضايقه، لكن في نفس الوقت بعرفه. فهمت ازاي؟ لكن بعضهم اما يقعد معايا يفضفض لي يقول لي والله انا مقتنع بان برضو الاسلام ده حاجه جميله، وانه وانه وانه، لكن ازاي بس اخلف ابويا وجدي واهلي ومراتي وعيالي، هودي وشي فين من الناس دي كلها؟ شوف العاده اللي منعه بقى، العاده عشان تعرف ان العاده دي تاثيرها مش سهل، اللي يكسر العاده دي عمليه مش سهله جدا، الا يسير على من يسرها الله عليه. فهمت ازاي؟ فعمليه صعبه جدا. وعشان كده أول حاجة واجهت الأنبياء مع أقوامهم هي العادة. فهمت إزاي؟ حتى راحوا للرسول قالوا أنت جاي تسفه أحلامنا وتسفه ما كنا عليه آبائنا وأجدادنا واللي إحنا، كانت العادة هي المشكلة.
والعادة المذمومة وهي أشدها لقول الأمم الماضية إنا وجدنا آباءنا على أمة فلم يجدوا حجة إلا بالعادة الجارية فيهم وفي آبائهم. وقد قالت الأطباء إن العادة طبع خامس، فكانت الثلاث غطات مذهبة لتلك الخصال الثلاث وموافقيها اللي هي النفس والطبع والعادة. الغطة الأولانية بتخرجوا إيه من نفسه، والغطة الثانية تخرجوا من طبعه، والغطة الثالثة تخرجوا من عادته. يوم يتلقى جديد كأنه بقى لوح أبيض جديد ينقش فيه من أول وجديد بقى. ده رمز، وإن كان النبي لم يحتاج ذلك، لم تكن له عادة تؤثر فيه صلى الله عليه وسلم، بل لو أثرت فيه العادة ما تحنث في الغار وترك عبادة الأصنام وهو لم يسجد لصنم قط. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة كان رمزا للإنسان المرسل إليه، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يلخص في هذا النبي مراده من الخلق جميعا. هذه المسألة. وعلى شكل كده لازم أنك أنت تتولد ولادة جديدة، يبقى في ظلمات ثلاث أخرجك الله من بطن أمك من ظلمات ثلاث، ولا تولد ولادة أخرى للملكوت وللترقي إلا أن تخرج من ظلمات ثلاث أخرى تانية. عشان كده سيدنا عيسى ابن مريم كان يسأل الحواريون متى نلج الملكوت يا روح الله، يقول لهم لا تلج الملكوت إلا وأن تولدوا مرة أخرى. يبقى لازم يتولدوا مرة تانية، علشان زي الجنين من بطن أمه ما كانش شايف في الدنيا إلا ظلمة الرحم بس، ما يعرفش إن في حاجة تانية أوسع من كده. كان يلعب ويعمل وما فيش إلا وحده في الدنيا، فاهم إن هو لوحده في الدنيا. لما اتولد من الظلمات الثلاث التابق وجد الدنيا أوسع من كده خالص، ده بدل ما يأكل من سرته بقى يأكل من بقه، ده الحكاية اختلفت خالص. بدل ما كان لوحده بيلعب بقى لقى إن ملايين غيره يأنسوه والدنيا واسعة قوي، كان فاكرها الأول واسعة طلعت ضيقة جدا، درجة لو عرضوا عليه يدخل تاني بعد ما طلع ما يرضاش. عمرك شفت دكتور حاول يدخل جنين تاني بعد ما طلع؟ ما يعرفش، أول ما ينزل الرحم يروح قافل، ما يعرفش يدخله تاني خلاص. ليه؟ أهو ده مثال لضيق الدنيا بالنسبة للملكوت. أنت في رحم الدنيا في هذا الضيق وفي ظلمات ثلاث. الظلمات الثلاث هي ظلمة الطبع والنفس والهوى برضه. يبقى لازم تتولد من الظلمات الثلاثة دي، تبص تلاقي إيه، تخرج بقى لدنيا أوسع. دنيا أوسع، الفرق بين سعة الدنيا التانية دي والدنيا اللي أنت فيها الآن كالفرق بين سعة الدنيا اللي أنت فيها ورحم الأم. فشوف أنت بقى البرزخ ده والملكوت بالنسبة لسعته كالنسبة للسعة الدنيا لرحم الأم، لا نسبة أصلا، فيش نسبة. فكذلك، وعلشان كده يقول لك إيه، فكانت الثلاث غطات مذهبة لتلك الخصال الثلاث وموافقيها، بقي العقل والملك. والعقل مناط التكليف فيحفظه، والملك هو الخاطر الخير اللي في الإنسان يحفظه. اللذين هما قابلان للحق والنور. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد خلقت ذاته المكرمة على الطهارة ابتداء، ونزعت من قلبه علقة الشيطان، وأعين على شيطانه حتى أسلم، وجبل على كل خير ومكرمة، لكن هذه الثلاث غطات مقابلة لتلك الثلاث، أو لو كانت هناك، لأنها من أوصاف البشرية وهو المشرع عليه السلام. ومثل ذلك قول عز وجل وثيابك فطهر، وثيابه عليه السلام كانت طاهرة على كل التأويلات، لكن هذا مقتضى الحكمة في تكليف البشرية وترقيها، وهو عليه السلام الأصل لكل خير والمشرع له، فعومل على ما تقتضيه البشرية لهذا المعنى. يبقى أول تفسير للغطات الثلاثة هي الحكاية دي، إخراجه من ظلمة النفس والطبع والهوى. كويس؟ ده احتمال تبقى كده. وإن كان النبي ليست فيها هذه الظلمات إلا أنه أصلا نموذج للبشر الكامل، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أن كل بشر لابد أن يحدث فيه هذا. وأصل خد بالك كمان أن الإسلام على ثلاث درجات، مش كده برضه؟ شريعة وطريقة وحقيقة، أو إسلام وإيمان وإحسان، هو مبني برضه على الثلاثة، مش كده برضه؟ يعني هي الثلاثة دي موجودة في الأحوال الكثيرة. فيقول لك هنا الثاني أن الإيمان على ثلاث مراتب، إيمان وإسلام وإحسان، فكانت الثلاثة غطات مبالغة في التخلي، كل درجة في التخلي مبالغة في التخلي،
كل درجة في التخلي مقابلها درجة في التحلي حتى كمل أعلى الإيمان وهو الإحسان، لأن من ضرورات الأنبياء عليهم السلام أن يكون إيمانهم أقوى من إيمان أتباعهم، لأن مقامهم أجل وأرفع. وعشان كده في الصلاة المشيشية تلاقي إيه سيدي عبد السلام المشيشي يقول لك في وسطها إيه؟ الله 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 3 مرات برضه، عشان يشعرك بالولادة من الظلمات الثلاث، أو يشعرك بالترقي في الأنوار الثلاث. فإن لم تولد فيشعرك بالولادة، وإن ولدت يشعرك بتجليات الأنوار، أنوار الإسلام ثم أنوار الإيمان ثم أنوار الإحسان. فهم؟ فهو إشعار إما بالتخلي أو إشعار بالتحلي، نفس المعنى. الوجه 34 فيه دليل على أن التخلي على ضربين، على نوعين. يعني التخلي احنا قلنا يعني ترك الخصال المذمومة، ده اسمه التخلي، والتحلي هو الاتصاف بالصفات الحميدة، هو ده اسمه التحلي. فبيقول على دليل على أن التخلي على ضربين مكتسب وفيض من الله سبحانه. يبقى في التخلي مكتسب لأهل السلوك، فهمت ازاي؟ ومحض وهب من الله لأهل الجذب. احنا قلنا كده، مش قلنا امبارح كده ان في ناس اهل اكتباء واهل انابة، والله يهدي اليه من ينيب، يجتبي اليه من يشاء ويهدي اليه من ينيب. يبقى في اكتباء اللي احنا بنسميه الجذب، وفي انابة اللي احنا بنسميها السلوك، مش كده برضو؟ كذلك الاجتهاد على التخلي على ضربين، ضرب مكتسب لأهل الإنابة، لأهل السلوك، لأهل العبادة، وضرب آخر وهبي من الله لأهل الاجتباء، لأهل الاصطفاء، لأهل الجذب. وقد يجتمع الاثنان في واحد، يبقى مجذوب سالك أو سالك مجذوب، فهمت ازاي؟ فقد يتمحض في واحد العبادة فيكون سالكا فقط، ويترك الله في السلوك ليرتقي بسلوكه، وهناك من يسلبه السلوك فينقله إلى الوصول دون سلوك، وده يسموه المجذوب الذي فقد وعيه فلا ينتفع به حتى. يقول لك الراجل الجذب مخه طار منه، فصار حتى فقد وعيه، حتى فقد التكليف، حتى فقد السلوك، لأنه ليس من أهل السلوك، بالرغم أن كده هو عند الله في الآخرة والي، فهمت ازاي؟ لأنه لما كشف له ما استحملش. ففي من الناس من لا يتحمل فيموت، يشاء يموت، زي الصحابي اللي هو أسلم والرسول صلى الله عليه وسلم قرأ عليه سورة الإنسان فشهق فمات، في الحال كده ما تحملش دون أن يسجد سجد. يبقى في من ناس من النوع ده اللي هو أهل اكتباء، ياخدوا ربك من وسط الكفر لحد إيه درجات الولاية، حتف كده. فالحتفة دي ساعات تعوره، يتعوره تموته، يتعوره تفقده عقله، لكن هيتعور هيتعور. تصور انا مثلا حطيتك في بوز مدفع، ورحت عمرت المدفع وزقتك بطلقه، رحت الكعبه، ينفع تروح هناك تصلي؟ هتوصل جثه. لكن اتنقلت نقله جامده، اتنقلت نقله جامده، بس على جدور رقبتك، فهمت ازاي؟ لكن هي نقله والسلام. والعبره مش بالدنيا، العبره بما قامك عند الله في الآخرة. فهمت بقى المسألة؟ أدي أهل الجذب. وعشان كده في ناس من أهل الجذب تلاقيه فقد عقله، عنده لوثة. أنا كنت أعرف واحد كان طالب في كلية الشريعة، وكنا إحنا طلبة في كلية الطب زمان سنة 73، وكان راجل حافظ القرآن وراجل صالح، يصلي بينا في الجامع وحاجة ما فيش أحلى من كده، وكان كثير العبادة. ففجأة كده بصينا لقيناه الدرع اتغير ومخه وأصابته لوثة كده، ويسيب دقنه مهملة ويسيب بيته وماشي في الشارع، حتى أهله ما بقوش عارفين يتحكموا فيه. الناس العوام يقول لك أصل الجدع ده من كتر العبادة الجذب، ربنا كشف له حاجة مخه ما تحملهاش. وفضل إلى عصر قريب وما عرفش الوقت راح فين، كنت أشوفه في الشارع كده قاعد ينام في الشارع، تيجي تكلمه، أنا كنت أعرفه صاحب أكلمه، يقول لك إنه يعرفني ولا كأنه عينه فيا، يعني عينه بصالي لكن عينه مش بصالي. بقى في دنيا تانية، بقى في دنيا تانية خالص، ما يعرفش حاجة في أي حاجة. في ناس من النوعية دي، ده اسمه جذب، يعني يضره في الدنيا لكن بينفعه في الآخرة، لكن ضره في الدنيا، فاهم؟ في بقى أهل جذب ببساطة حلوة كده، يقوم ربك سبحانه وتعالى تلاقي واحد قاعد في الخمارة
وفي عز المعاصي، وفجأة كده ربنا يحبب له الذكر والطاعة، تقوم تبص تلاقيه يروح سايب الحاجات دي كلها ورايح للجامع ويتوب إلى الله. أهو ده جذب، جذبة إلى السلوك، يبقى مجذوب من المعصية إلى السلوك، فيصير سالك بعد كده عابد. زي مين من المشاهير مثلا؟ اللي هو كان الراجل المداح ده، الكحلاوي. الكحلاوي ده كان راجل يعني عربيد في بدايته، وبعدين شاف الرسول في رؤية صلى الله عليه وسلم، فلما شاف الرسول في رؤية انجذب، جات له الجذبة دي، فراح مجذوب بقى، اتحول خالص بقى حاجة تانية، بقى الراجل ليل نهار عايز يمدح النبي، ليل نهار عايز يقعد يصلي، ليل نهار عايز يقرأ قرآن، بعد ما كان لا ليه في الحاجات دي خالص. يبقى دي جذبة تانية للسلوك، لكن ما فقدش عقله. فهمت ازاي؟ ما فقدش عقله. فده نوع من الجذب برضه، جذب حلو. ده جذب حلو، ده يفيد. ليه؟ لأنه جذبه إلى التكليف، جذبه إلى التشريف مع التكليف. زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم كان لحظة ما يعرفش إنه نبي، قالوا سيدنا جبريل اتجذب الجذبة دي بقى نبي، عرف إنه نبي. هل اكتسبها؟ ما اكتسبهاش، دي محض فايدة من الله. هل كان مدي معاه لسيدنا جبريل وراح يقابله؟ ما ادالوش معاه، ما كانش يعرفه، كان ده جاله كده على غير معاد. ففي نوع من الجذب اهو، لكن جذب رده الى ايه؟ الى السلوك والاجتهاد. قال له ايه؟ قال له وثيابك فطهر والرجز فهجر، انذر عشيرتك الاقربين، واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. يبقى جذبه ورده الى ايه؟ الى التكليف الذي هو محل التشريف. يبقى ده نوع من الجذب برضه. ففي ناس من يتمحط فيهم الجذب، وهؤلاء لا يقتدى بهم مع الاعتراف بفضلهم. فهمت ازاي؟ وهناك من يتمحض فيه السلوك دون الجذب فلا يلاحظ فيه الجذب، تلاقيه من صغره هو الناشئ طائع كده صالح طيب، ملوش غفلات، يعني ما مرش بمرحلة معاصي، هو نشأ في طاعة الله وبقى شاب كده وبقى راجل كده وبقى شيخ كده ومات وخلاص ومع السلامة، فضل أهل عبادة على طول كده، ما بانش عليه جذب، ما بقاش في عليه التغير يعني المفاجئ، أصل الجذب دي محتاج تغير مفاجئ. يبقى في ناس كده تلاقي أهل سلوك على طول، وفي ناس أهل جذب على طول كده وملهاش، وفي ناس يجتمع فيهم الاثنين، واللي بيجتمع فيهم الاثنين غالبهم الشاذولية، المدرسة الشاذولية اللي بتاعتنا الحمد لله اللي نسبنا إليه، اجتمع فيهم السلوك والجذب، ولكن جذب إلى السلوك. بعضهم بيغلب عليه الجذب الثاني، بعض الشاذولية بيغلب عليهم الجذب الثاني، فتستفيد بهم للدعاء والاستئناس بهم، ولكن لا تقتدي به. ففي بعض الشاذولية برضه بيبقى عنده حتة الجذب إياها دي، لكنه ما يكونش كمل سلوكه إلى الله ومعرفته، فيبقى ولي وكل حاجة على عيننا وعلى راسنا، لكن ما نقللوش لأنه أصلا لا يقتدى به. زي اللي وصل لطريق محمول وهو نائم، فما يقدرش يوصف لك توصل إزاي، يتوهك. انما اللي مشي وعرف السكه هو ده اللي يوصف لك توصل ازاي. فهمت ازاي؟ يعني انا لما اخدك كده واروح مكتفك ومغمي لك عينيك وحطيتك في طياره ورحت موصلك للكعبه، زي اللي مشي الطريق وعارف الاماكن والاستراحات وهو مصحصح كده وفاهمها، مين اللي يعرف يوصف لك وتوصل؟ اللي مشي وسلك. انما اللي اتجذب ده مره واحده، لو جاي يوصف لك هيتوهك، هيقول لك ايه؟ عارف عايز تيجي هنا تعمل ايه؟ اقعد كده وغمض عينيك هتلاقي نفسك وصلت. هو بيوصف لك زي ما جرى له هو. فلما تعمل كده 100 سنه ما توصلش، لانه هيتوهك. فهمت الفرق بين اللي يمشي ورا ولي مجذوب واللي يمشي ورا ولي مربي؟ وعشان كده الاولياء المجاذيب هم اللي أصبحوا الآن بيقودوا التصوف عند العوام. تصوف العوام تلاقيه ماشيين وراء أولياء مجاذيب فتيهين ومعترض عليهم من أهل الظاهر، تاه من ماشى خلفهم واعترض عليهم أهل الظاهر ففتنوا به. لكن اللي يمشي وراء الأولياء العلماء المربين لا تجد أن أحد يعترض عليه من أهل الظاهر، ولو اعترض ويروح يقابله يجد الإجابة الشافية، فما يكون منه إلا أنه يسلم له. ده اللي بيحصل.
فهمت ازاي؟ وعلشان كده حذاري ايها السالك ان تغتر بالاولياء المجازين، وحذاري ايضا ان تسلبهم فضل الله. فهمت ازاي؟ يبقى تحترمه ولكن لا تقتدي به، مش تهزأه، لان لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منه. فهمت بقى المساله؟ ادي الحكايه. فعشان كده هو بيقول لك هنا فيه دليل على ان التخلي على ضربين مكتسب وفيض من الله سبحانه. فالمكتسب مثل ما تقدم عن النبي صلى الله عليه وسلم من الخلوه في الغار والتحنث فيه، والفيض هو ما نحن بسبيل من الغط والضم. فقد يكون من السالكين من تخليه بالكسب لا غير، وقد يكون تخليه بالفيض لا غير، مثل ابراهيم بن ادهم والفضيل بن عياض. ابراهيم بن ادهم كان ايه؟ كان جذب على طول. ابراهيم بن ادهم ده كان ايه؟ ده كان راجل من طبقه الحكام، وكان راجل في غفله، وكان غاوي صيد وقاعد يصطاد وعايش في غفله طول عمره. وبعدين فجاه كده وهو بيصطاد وبيجري ورا غزاله، بص لقى صوت جاي له وهو في البريه لوحده بيقول له: ألي هذا خلقت يا ابراهيم؟ يعني خلقت للهو ده؟ فارتعد ورمى السيف بتاعه وتاب الى الله. اهو ده الجذب، اهو جات له جذبه فجاه كده. الفضيل بن عياض كان ايه؟ كان راجل قطع طرق، كان قطع طرق حرامي، شيخ منصر يعني، زي ما يقولوا المصريين يقول لك ده شيخ منصر. فكان بينط على اسطح البيوت بالليل في بغداد عشان يقابل حبيبته، وشايب وسايب العيال الصبيان بتوعه عشان يقطعوا الطريق على قوافل السفر علشان ايه؟ يجيب فلوس. يعني شوف قلة الأدب من جميع الجهات، يعني عامل حرام من جميع الجهات، وهو بينط فوق الأسطح يقابل محبوبته بالليل. سمع واحد بيصلي بالليل بيقول ايه: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فحس ان ربنا هو اللي بيقول له، كأن ربنا بيقول له: ألم يأني لك يا فضيل أن تخشع لذكر الله وما نزل من الحق. أول ما سمع الآية دي وهو في غفلته حس إن الآية دي نازلة له هو، دي بتاعته. فقال: أنا يا ربي. في الحال وراح نازل ومشي مع طائف القبائل إلى مكة وتاب إلى الله وجاور الحرم، وملوش دعوة بالدنيا بقى. وبقى الفضيل بن عياض العلامة الكبير الولي الكبير الشهير المشهور، ولو كان فضل على ما هو عليه من الغفلة ما كنا سمعنا عنه. يبقى دول ناس ربنا غلب عليهم ايه؟ الجذب، يعني ربنا جابهم كده. وقد يجمع لبعضهم بين الحالتين فيكتسب ويفاض عليه، كما فعل للنبي صلى الله عليه وسلم وكثير ما هم، وهو فضل الله يؤتيه من يشاء والله أعلم. طب أنا هقول لك حاجة خاصة بيا، وإن كنت أنا ما أحبش أتكلم كتير عن نفسي، لكن دي أنا عشتها مع نفسي. يعني أنا ليه حبيت علوم الدين؟ مع إن أنا ربنا أقامني في حاجة مش في علوم الدين. أنا كنت دراسة في الثانوي العادي ودخلت كلية طب، وطول عمري بحب المذاكرة وبطلع من الأوائل وماليش دعوة بالدنيا، صحيح بصلي أو زي ما كل الناس بتصلي، ومش حاسس إن أنا عايز أتعلم يعني دين ولا حاجة، ما أنا عارف كل حاجة يعني، ما أنا أتعلم مش حافظ الفاتحة. خلاص يبقى حلو أوي زي كل الناس. وبعدين فكنت بقرأ قرآن مرة كده وأنا في سنة ثالثة كلية طب، بقرأ القرآن في سورة البقرة، فبقرأ آية إيه؟ ما كنتش حافظها حتى. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى شد العذاب. قلت إيه ده؟ ده أنا ما أعرفش القرآن كله، ده أنا كده كأني لما الحاجة اللي حاجهلها دي كأني بكفر بيه. يبقى انا لازم اعرف كل الكتاب، والا يبقى انا بؤمن ببعضه وبكفر ببعض، يا دي المصيبه. فلقيت نفسي فقت كده فجاه. طب وانا اعرف ايه؟ ده انا ما اعرفش عن الاسلام الا الكلمتين اللي خدناهم في ابتدائي، على الكلمتين اللي خدناهم في الثانوي، على الكلمتين اللي بنسمعهم في خطبه الجمعه. ما اعرفش حاجه خالص. فلقيت نفسي يعني كان ربنا فوقني للايه دي. ازاي ان انا اقبل ان انا اتعلم كل حاجه الا ديني، واحفظ كل حاجه الا القران، واعمل حاجه؟ فلقيت نفسي في ازمه. فبدات بقى ربنا يكرمني ان انا ادخل بقى ايه في محاوله ان اتعلم الدين، واحضر على العلماء والمشايخ واتعلم واحفظ القران واعمل كل ده بسبب الايه دي. حولتني، حسيت ان الايه دي ليا انا، زي ايه؟ الم يعني الذين امنوا للفضيل بن عياض،
مثلا، وكل واحد ليه مفتاح، ليه آية مفتاح كده تفتح له قلبه، فهمت ازاي؟ فكل واحد ليه مفتاح، ربك بيخاطب كل واحد، وكل آية في القرآن مفتاح لقلب المغلق، بس متى يأتي المفتاح للقفل ويلتقيان؟ متى؟ وعلشان كده لله في دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها، علشان قلبك المقفول ده يمكن يجي في نفحة من نفحات يتفتح، يقابل مفتاحه فيتفتح، فإذا اتفتح السعادة كلها. وعشان كده لازم تتعرض للنفحات لعل الله يفتح قلبك. هذه كل الحكاية، تسمع القرآن وتتعرض لنفحات الله لعل الله يفتح قلبنا جميعا. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفر ونتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على أمانات وأمانات كلما